السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مختار بن أكلادي، أنا طالب مدرسة معهد القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد، والله السميع العليم. إذ قالت امرأة ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم.